وسط هرج ومغالاة ترتفع أسعارها شيئا فشيئا لتضفي على المشهد وجعا آخر إلى مواجع المواطن اليومية في محافظة الضالع. وعلى صداها يتنقل صلاح بين أسواق الماشية وسط مدينة قعطبة باحثا عن أضحية تتناسب قيمتها مع وضعه المادي، لكنه فشل في شرائها بسبب ارتفاع أسعارها التي وصلت إلى مستويات قياسية، وللمرة الأولى يعود إلى منزله منكسر الخاطر. ما قدرناش نشتري الأعياد وغلا، بعد ما قدرتوش اضطريتو لهذا الشيء، اضطريتو أمشي من سعر من 300-350 من 400 هذا البلدين، والخارجين 170-180، والآن قد احنا اضطرينا، والعمل أي إنسان ماشي داخل ماشي مرتبات لا أوضاع ولا أي شيء. تشهد أسواق المواشي في محافظة الضالع ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي هذا العام، ارتفاع أرجعه تجار المواشي إلى تدهور سعر العملة الوطنية، بالإضافة إلى انحسار المواشي المحلية وغلاء أجور النقل في ظل حصار الحوثيين على مديرية قعطبة. أسعار البقر من العام الأول كنا نشلي أبو 500 دولار، الآن نشلي بألف دولار. أسعار خارج البلدي فارق 500 ألف، اللي كنا نشتري ب 500 ألف الآن نشلي مليون، واللي كنا نشلي مليون الآن نشلي مليون وخمس. الخارجي والبلدي كله بالسعر حقنا هذا اليوم مدهورة كامل باليمن كامل. تفاقم أوضاع الناس المعيشية والإنسانية وتزايد معدل الفقر والنزوح بسبب حرب ميليشيا الحوثية نغص عليهم مناسباتهم العيدية، لتبقى الأضاحي هذا العام لمن استطاع إليها سبيلا بحسب شواهد الحال. المواطنين حالتهم وأوقاعهم كثير، حياتهم حبلى بالمواقع مؤبدة بالقهر، حتى الأضاحي سيحرمون منها ويعودون إلى منازلهم لتنهمر دموعهم على الأبناء الذين يسعون للحصول على كيلو لحم الذي أصبحت أسعاره كأسعار الذهب. نسبة قليلة من الناس هنا من لديه القدرة على شراء أضحية مهما كان سعرها، في مناسبة تعد هي الأقل إقبالا على شراء الأضاحي والأكثر ارتفاعا في أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية، ما قد يحرم شريحة واسعة من الحصول عليها.